الصالحات، وأشكره سبحانه على ما تفضل به من العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز معكم بالجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شوقنا إلى الطاعات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار على نهجهم في طريق الصواب والثبات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا الملتقى الطيب أن يجمعنا بكم في أعالي الفردوس. إخواني الأحبة، لا يخفاكم أن من أجل ما يحفز المرء قدما تجاه الجنات معرفة الثمرات للأعمال الصالحات، ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه من ذكر الثمرات للأعمال الصالحات، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من ذكر الثمرات شحذاً للهمم وارتقاءً بالعزائم. ولذلك أحببنا أن يكون لنا لقاء دوري في سلسلة مباركة نحتاج إليها في عصر ضعفت فيه الهمم، سلسلة حول الثمار اليانعة للأعمال الصالحة، فسيكون هذا اللقاء بإذن الله عز وجل في مثل هذا الموعد من كل أسبوع في هذا الجامع، نتناول فيه الثمرات المختلفة للأعمال الصالحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول والإعانة. إخواني الأكارم، أخواتي الفاضلات، نبتدئ أولى حلقات هذه السلسلة العظيمة بذكر ثمرات التوحيد. كيف لا وهو حسنة الحسنات؟ كيف لا وهو أصل الرسالات؟ كيف لا وهو القصد من إيجاد البريات؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفضل العلوم وأفضل الأعمال توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن يحيى ابن عمار السجستاني رحمه الله أنه قال: العلوم خمسة: علم به حياة الدين، وهو علم التوحيد، توحيد الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح فيه فسببه توحيد الله عز وجل. كل خير وفلاح في هذه الدنيا سببه إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى. ويقول العلامة السعدي رحمه الله: وليس شيء من الأشياء فيه من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل توحيد الله عز وجل. إخواني الأحبة، توحيد الله عز وجل حري بالعناية، حري بأن نجعله منهج وحياة لما فيه من الثمرات الغاليات. أولى الثمرات لتحقيق توحيد الله عز وجل الفوز بالجنة، ومن منا لا يريد الجنة؟ تأمل في تلكم البشائر التي زفها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لأمته: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. بل قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم:
فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الفوز بالجنة وما أدراكم ما الجنة، من حقق هذا التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزف هذه البشرى لهذه الأمة، يقول بشروا، يقول أبشروا وبشروا الناس من قال لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. انظر إلى هذه القيود، إلى هذه الشروط. كلمة التوحيد ليست مجرد كلمات تلوكها الألسنة، لا، لابد من صدق، من محبة، من يقين، من إخلاص، من علم، شروط تحتف بهذه الكلمة العظيمة. ثم أيضا الثمرة الثانية وهي التحريم على النار كما جاء في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار، أسأل الله أن يحرم هذه الوجوه على النار. فوز عظيم وثمرة جليلة أن الله يحرم الإنسان على النار، هذه غايتك في هذه الدنيا، هذا الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تنال ذلك بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم تعال إلى الثمرة العظيمة الغالية التي لطالما شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وهي أن يكون الإنسان من تلكم الكوكبة المباركة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس. حريا الإنسان يقف مع هذا الحديث، مع هذا الموعود العظيم. قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم رفع إلي سواد عظيم وقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، وهذا تحفيز للقلوب حتى تشتاق النفوس إلى الظفر وأن يكونوا من هذه الفئة وهذه الكوكبة المباركة. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حرصهم وتشوقهم وتأملهم، لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا على الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب مشتاقة تريد أن تعرف صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. صفات من حقق التوحيد وارتبط بالله سبحانه وتعالى في باب الأسباب وحقق التوكل على الله سبحانه وتعالى فله البشرى. أيضا من الثمرات الغاليات اليانعات لتوحيد الله عز وجل أنه سبب لمغفرة الذنوب. اليوم الذنوب إخواني كثيرة، المعاصي كثيرة في البيوت، في الشوارع، في كل مكان، يحتاج الإنسان إلى المطهرات، إلى المكفرات،
يطهر نفسه من هذه الآثام. تأمل إلى سعة رحمة الله عز وجل. في الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. تملأ الأرض بالذنوب والمعاصي ثم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تائب منكسر إلى الله، لكن بشرط أن تكون على التوحيد، أن تكون بعيدا عن الشرك. فيبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئات إلى حسنات، ويرفعك الله سبحانه وتعالى في الدرجات. مغفرة للسيئات إن حققت توحيد الله سبحانه وتعالى في حياتك. أيضا من الثمرات العظيمة خامسا أن التوحيد من أفضل الحسنات. اليوم تجتهد تجارة مع الله، يجتهد الإنسان يحقق الحسنات، لكن ما أعلى الحسنات، ما أفضل الحسنات؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول جل في علاه: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها، أفضل منها. أبو ذر هذا الصحابي الجليل الذي كان يكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ ذكرت الحسنات، ذكرت الحسنات في الآيات، أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أحسن الحسنات، أجل الحسنات، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. إن حققها الإنسان وأتى بها على وجهها. ثم أيضا من الثمرات الغالية سادسا أن التوحيد مما يثقل ميزان الإنسان يوم القيامة. ميزان الحسنات يثقل بكلمة لا إله إلا الله. تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. سبحان الله. وفي حديث البطاقة هذا ظاهر بين، لو وضعت السماوات والأراضين، انظر إلى الأحجام العظيمة، لا يعدل مع اسم الله عز وجل شيء، لا يعدل مع توحيد الله سبحانه وتعالى شيء. من الثمرات أيضا سابعا الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الناس إلى الشفاعة في يوم القيامة، والله ربما تحتاج حسنة واحدة. أناس أيها الأحبة يكونون بين الجنة والنار، ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار، أهل الأعراف يحتاجون حسنة واحدة في هذا الموقف. فإن كنت من أهل التوحيد فأبشر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من الذين ينالون شفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الله أكبر. لا إله إلا الله، هذه الكلمة كلمة التوحيد، تقولها خالص من قلبك، تبشر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالموعود العظيم. وأيضا من الثمرات الجليلة ثامنا الأمن في يوم الخوف، في يوم الفزع.
تصور الموقف أمام الله سبحانه وتعالى، تدنو الشمس على رؤوس الخلائق، تأتي الملائكة صفا صفا، يجيء الرحمن وخشعت الأصوات للرحمن في موقف مهيب مخيف، الكل خاشع ساكت في هذا الموقف. ينفع الإنسان هذه الكلمة العظيمة فينال بها الاستقرار والطمأنينة، كما قال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام، الهداية التامة. في هذا الموقف يحتاج الإنسان إلى أن يكون مطمئن النفس، مستقر في هذه اللحظات، فينال هذا الشرف بتوحيد الله سبحانه وتعالى. تاسعا من الثمرات العظيمة أن التوحيد من أفضل ما نطقت به الأفواه، أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. أفضل الذكر توحيد الله عز وجل، وأفضل الدعاء الحمد لله في تتمة الحديث. من الثمرات عاشرا أن التوحيد تفريج للكربات وذهاب للهموم. حينما تتعلق القلوب بخالقها وبارئها، حينما تحقق التوحيد في حياتك، تذهب عنك الهموم والغموم والأحزان جانبا، لأنك حققت توحيد الله سبحانه وتعالى. دعاء ذي النون لما كان في ظلمة البحر، في ظلمة الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا النداء العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يدعو بها عبد مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. يذهب عن الإنسان الهم والغم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والغم أن يقول الإنسان: الله ربي لا أشرك به شيئا. كلمة التوحيد، إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الثمرات العظيمة لتوحيد الله سبحانه وتعالى أنه حفظ من الشيطان، إنه حفظ من الشيطان. الشيطان لا سبيل له إلى الإنسان الموحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين يتولون الشيطان، الشيطان يستطيع النفوذ إليهم. الإنسان المتخلخل في عقيدته وفي توحيده، يستطيع الشيطان أن يدخل عليه. ولكن الإنسان الموحد الثابت الواثق بالله سبحانه وتعالى يجد سدود، ويضع ويبني سدود عظيمة أمام الشيطان. أيضا من الثمرات العظيمة، وأختم بهذه الثمرة، وهي تحقق العزة للإنسان، التمكين والاستخلاف والاستبدال. هذه القضايا الكونية العظيمة كلها تكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. حقق التوحيد وأبشر. الله سبحانه وتعالى يقول: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبدلهم الله سبحانه وتعالى من بعد الخوف والفزع أمنا واستقرارا في هذه الدنيا. تريد العزة؟ اليوم يشتكي أهل الإسلام من تأخر النصر ومن تسلط الأعداء. أين هم من توحيد الله سبحانه وتعالى؟
كم من صور الشرك واللوثات العقدية التي انتشرت في حياة الناس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. حقق الأسباب ثم ارتجي النصر. تريد العزة، حقق توحيد الله سبحانه وتعالى في حياتك. إذا عرفنا أيها الأحبة هذه الثمرات الغاليات اليانعات للتوحيد، ينبغي علينا أن نحقق أولا وأخيرا التوحيد في حياتنا. نحقق توحيد الله عز وجل قولا وفعلا، نبتعد عن صور الشرك القولي والفعلي. ثانيا، بعد التحقيق ندعو إلى هذا التوحيد. احيي الدعوة إلى التوحيد في حياتك، بين أبنائك، بين أهلك، ذكرهم بهذه الوظيفة العظيمة التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. بعض الناس إلى الآن ما علم أبناءه ما معنى لا إله إلا الله. ما عظم هذا التقصير! ما علمه أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى، ما يعرف أهم المهمات في توحيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس وهو غلام توحيد الله سبحانه وتعالى، ليرسل رسالة إلى هذه الأمة أن نربي أبناءنا على توحيد الله عز وجل. وأخيرا، بعد الدعوة إلى الله عز وجل، ندعو الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على توحيد الله عز وجل، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى على هذا التوحيد الخالص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ختامنا على التوحيد، وأن يرزقنا الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.